لله يا محسنين، لله يا محسنين، لله يا محسنين. شو يا محسنين؟ صار لساعة بصرخ لله يا محسنين لأن بح صوتي ما في استيعاب ولا إحساس يا محسنين. سلام حل عني، أنا مخلفك ونسيك. على فكرة أنا بتابع أخبار وبعرف إن عندكم فائض ما شاء الله، أعطيني شوي من اللي الله أنعم عليك فيه. طيب خلص تفكر بالموضوع، أعطيني وقت. شو تفكر؟ أنا مستعجل، أعطيني مصاري. أعطيني مصاري يا زلمة، أعطيني أعطيني تفكر تفكر خلاص. شحدة قصدي حلقة جديدة. الأسبوع الماضي كانت الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، انفجار راح ضحيته مئات الأشخاص، الله يرحمهم ويصبر أهليهم. لليوم ما أخذوا حقهم، لليوم الحكومة ما حاسبت المسؤولين، لليوم الحكومة أصلاً ما حكت مين هم المسؤولين، مع إنهم بعد اللي صار طلعوا وحكوا أعطونا 5 أيام ماكسيمم. بروميس برومي. في تحقيق بلشنا فيه من امبارح بعد المأساة، بعد هالنكبة هيدي على لبنان بلشنا فيه، وبدو يعني من هلأ لخمس أيام ماكسيموم. 5 أيام قلتوا لي 5 أيام ماكسيموم؟ شكلهم 5 أيام على اللبناني لأنه صاروا 3 سنين مينيموم. أنت عارف أكم 5 أيام بالثلاث سنين؟ 219 5 أيام ماكسيموم، ومن هون لتطلع الحلقة 220 5 أيام ماكسيموم. للأسف التحقيق متوقف متعلق. ليش؟ لأنه في سياسيين ومسؤولين عم بيمارسوا ضغوطات عشان يوقفوا التحقيق. ليش في سياسيين ومسؤولين عم بيمارسوا ضغوطات ليوقفوا التحقيق؟ ما بعرف، لكن إذا بنحاول نربط الخيوط ببعض بيطلع معانا احتمال ضئيل بيقول إنه المسؤولين والسياسيين اللي بيعرقلوا التحقيق هم نفسهم المسؤولين عن انفجار بيروت. احتمال. هاي النتيجة طلعت معاي ب5 ثواني، تخيلوا لو معاي 5 أيام أو 3 سنين. بعرف إنه أنت هلأ معصب وعم تكتب تعليق تحكي لي إنه زعيمك تاج راسي، معك حق، بس أنت هيك عم بتلبسه التهمة. بس يا جماعة إحنا شو بدنا بالماضي؟ ما بلاش نتكلم بالماضي، الماضي ده كان كله جراح. خلونا نشوف الحاضر والمستقبل شو بطلبوا منا. بطلبوا منا إعادة إعمار ما تم تفجيره في بيروت. المسؤولين والسياسيين هنا ما قصروا، سمعوا لبنان، بيروت، إعادة إعمار، نزلت دمعة، اشتغلت الوطنية، صحيوا من النوم، لبسوا أحلى لبس، أحلى ساعات، راحوا على المكتب، مسكوا التلفون، رفعوا التلفون وبلشوا وبلشوا يطلبوا مساعدة من الكويت. وطالب باسم الشعب اللبناني مش باسم الدولة اللبنانية إعادة بناء إهراءات بلبنان مش بس ببيروت، حفاظاً على الأمن الغذائي. ووضحت أنه نحن عم نطلب هذا الشيء من دولة الكويت لشعب لبنان مش لحكومة لبنان، لأنه هذا خبز الناس. فنحن كلنا أمل وكلنا رجاء أنه خلال فترة معينة يجينا جواب من دولة الكويت، لأنه الأموال موجودة. وأنا تواصلت مع وزارة الخارجية وعرفت أنه بصندوق التنمية الكويتي في أموال موجودة، يمكن بشخطة قلم اليوم يؤخذ قرار أنه بنو إهراءات لبنان. هذا أمين إسلام وزير الاقتصاد اللبناني كان عم بطلب مساعدات من دولة الكويت. هذا الفيديو عمل استياء وغضب شعبي حكومي كويتي. ليه؟ لسببين. السبب الأول هو الأسلوب اللي بطلب فيه وزير الاقتصاد. يلا يا كويت، اتأخرتي يا كويت، يا كويت كل الموضوع شخطة ألم. بعدين أنا بعرف إنه معاكم فائض، شو بدكم فيه؟ بدكم تخللوه؟ هاتوه هاتوه كويت هاتوه. السبب الثاني هو ساعات وزير الاقتصاد. يقال إنه عنده ساعات تقدر قيمتها بمئات آلاف الدولارات. القادة عندكم والأحزاب والدنيا لصوص حرامية يعني، وسوري وبلا ذوق. واحد طالع لي بأربع ساعات بس لقاءاته بأربعة أيام تبني مرفأ بيروت كامل ساعاته، طالع يشحت ساعات 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 ساعات. أحب عمري وعشق ملاحظة لغير اللبنانيين، الأهراءات هم الصوامع. نرجع لوزير الاقتصاد، بصراحة معهم حق يزعلوا، معهم حق. طالع تطلب مساعدات وانت لابس أحلى لبس وأحلى ساعة، منطق؟ هيك الواحد بيشحد؟ اتعلم من زملائك وإخوانك الشحادين في المنطقة، خد لك دورة تسول ولو، امزع شوي الجاكيتة، شحبر وجهك، لف إيدك، أعرج، امسك بيبي صغير وأقرصه. أنا عمري ما شفت شحاد لابس كده، ما تقطعوني الجاكيتة دي. يا زلمة أنت لابس ساعات، أهل الخليج
شايفينها غالية، متخيل؟ أهل الخليج شايفين ساعتك غالية، كيف إحنا؟ ساعاتك مش بس بتبني الأهراءات، لا بتبني الأهرامات، وجاي تطلب مساعدات؟ هذه ترهات. إفي ذات رايمز. طبعاً يا جماعة الانتقاد مش موجه لوزير الاقتصاد اللبناني بشخصه، لا للجميع. ليه؟ لأنه السياسيين والمسؤولين في لبنان معظمهم أثرياء، ثراء فاحش. ليه؟ من وين جابوا المصاري؟ عصاميين. فكرة أنه معهم مصاري بالتزامن مع بلد منهار اقتصادياً صدفة، بس في ناس مش شايفينها صدفة، فعم بيحكوا لهم رجعوا المصاري اللي أخذتوها من لبنان بعدين اطلبوا مساعدات، بس مش أنا، أنا مقتنع إنهم عصاميين، مش أنا. بس أنتوا كمان يا سياسيين لبنان جايبين الكلام لحالكم، بدكم الكويت تبني لكم الإهراءات، وأمريكا تدعم لكم الجيش، وفرنسا تجيب لكم رئيس، وقطر تسحب لكم الغاز، ومصر تجيب لكم الكهرباء، والعراق يعطيكم نفط، والسعودية تجيب لكم سياح. أنتوا شو ناويين تعملوا؟ يعني شو ناويين تعملوا؟ خبروني. I don't work, I'm a princess. You are not. من لبنان ننتقل إلى العراق. هذا يا جماعة بالعراق في سؤال منتشر حالياً بين الأوساط السياسية والمحللين أمثالي يعني. والسؤال لازم نحكي إنه متسوس من أمريكا الشيطان الأكبر. سؤال متسوس أمريكا. السؤال يقول ليش مصاري العراق ودولارات العراق عم بتروح لإيران؟ بدنا نائب وطني شريف حر يطلع ويسكت هاي الألسنة ويجيب على السؤال ويحكي لا فشرته، مصاري العراق للعراق مش لإيران. يلا يا نائب عراقي سكت الألسنة احكي لهم. يلا يا أبو ميثاق، هذه المصارف يتهمها الجانب الأمريكي بأنها تهرب العملة الدولار إلى الجمهورية الإسلامية. خلينا نكون واضحين ونسمي الأشياء بمسمياتها، لكن أنا أقول بالمقابل إنه هاي الفلوس شنو انطيتونا إياها؟ هبة؟ انطيتونا إياها هدايا؟ يا أخي مصرف عراقي وهاي فلوس عراقية نتيجة بيع النفط، النفط المستخرج من العراق تبيعها بأمريكا وتجيب بي دولار، أريد أحرقه، أريد أودي لإيران، أريد شرد أسوي أذبه بالبحر، أذبه بالشاط، مو بكيفك، أتوسد وأنام أسوي دوشة وأنام فوقها، مو بكيفك، هذا مو مالك يعني هنا، هذا مو مالك، هذا نظام، لا حلالي. حلالك شنو حلالك؟ لا حلالي أستاذ نجم. المصاري مصارينا، إحنا أحرار نشتري فيها أراضي، فيلات، يخوت، قصور، ساعات، نحرقها نرميها بالبحر نعطيها لإيران، إحنا أحرار. حتى لو بدنا نلفها دولمة ما حدا إله علاقة، المصاري مصارينا. اسمح لي يا أيها النائب أبو ميثاق أسأل سؤال، وهو ليس تدخل أو وقاحة مثل أمريكا. بعرف إن المصاري مصاريكم، بس ما بتفكروا هيك مرة من هالعمر تعطوا الشعب؟ شو؟ الشعب؟ لا الشعب ما بنعطي، بنعطي الدولارات لإيران، الباقي بنشتري فيه ساعة، بنقعد على المكتب وبنطلب مساعدات من دول الخليج. المسؤولين بلبنان، المسؤولين بالعراق، المسؤولين بلبنان، المسؤولين بالعراق. مروة شو عم تعملي؟ مسؤولين بلبنان، جرب شوف مين أسوأ، المسؤولين بلبنان ولا المسؤولين بالعراق؟ بس حرام هيدي عاشر وردة وما بيطلع معي جواب. أنتوا خبرونا بالتعليقات مين أسوأ، المسؤولين بلبنان أو المسؤولين بالعراق؟ طيب يا جماعة، حكينا عن حكومات معهاش مصاري ومدت إيدها وطلبت من برا، وحكينا عن حكومات معها مصاري جوا وقررت تأخذ المصاري وتعطيها لبرا. هلأ بدنا نحكي عن حكومة خلصت المصاري اللي معاها جوا وخلصت المصاري اللي أخذتها من برا، فقررت تبحث عن مصادر دخل بديلة من برا وجوا وفوق وتحت ويمين وشمال، من داخل الصندوق من خارج الصندوق. ما تقولش إيه إدتنا مصر، قول هندي إيه لمصر. أغنية شهيرة للفنانة علياء التونسية عن مصر وقيمتها. وإذا كنت مصرياً ووطنك يمر بأزمة، هل يمكنك أن تدفع له إلزامياً نصف راتبك كرد للجميل؟ هذا ما اقترحه النائب بمجلس النواب المصري أحمد عاشور على المصريين العاملين بالخارج لمساعدة أم الدنيا في الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة مع انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي. ليش النائب المصري اقترح هذا الاقتراح؟ قد تعتقد بعض النفوس المريضة أن الحكومة عم بتحول امتصاص الدولارات من المصريين العايشين بالخارج عشان تسد عجز الدولة من العملة الصعبة، بس لا، الحكومة عم بتحاول امتصاص الدولارات من الخارج عن طريق المصريين العايشين بالخارج. رح تحكي لي شو الفرق بين الروايتين؟
راح أحكي لك. في الرواية الأولى بتحس إنه مصاريك خلص بح راحوا عليك مش هتاخدهم، بينما بالرواية الثانية مصاريك موجودين بالحفظ والصون، بس بدل ما نخليهم كعملة صعبة في الخارج نخليهم كعملة صعبة في مصر وبرضه مش هتاخدهم، وهيك بكونوا ضربوا حجرين بعصفور واحد. رح تحكي لي كيف؟ أنت عم بتكتر أسئلة على فكرة، ناوي تحبسنا، حجاوبك بس آخر سؤال ورد واحد. هيك بتكون الحكومة المصرية انتقمت من الدول اللي حرمتها من المساعدات والاستثمار بإنها أخذت منهم عملة صعبة غصب عنهم. اثنين، الحكومة بهاي الطريقة عم تحمي المصريين العايشين بالخارج من الانحراف. لأن المواطن العربي البسيط محدود الدخل مغسول الدماغ لما يشوف معه قرشين زيادة بنحرف أو ببعتهم لأهله بنحرفوا. الحكومة حكت لا ما تنحرفوا، لا أنت ولا أهلك هاتوهم. شو؟ وردنا الخبر التالي، النائب اللي اقترح هذا الاقتراح سحبه. جد؟ صار لي ساعة عم بعرض أعصابي للخطر وأنا عم بدافع عن هذا القرار، بالأخير تسحبه؟ يا سيدي على قولة مروة شو بدنا بالناس؟ خلونا نركز على الأخبار الجميلة. هذا الأسبوع في أخبار جميلة. هذا يا سيدي في فندق مصري عرف إنه في عارضة أزياء قاعدة عنده، بس هاي عارضة الأزياء إسرائيلية، عرفوا إنها إسرائيلية حكولها لفي وارجع. يلا يلا برا برا يلا برا امشي. وهذا خبر جميل جدا بيأكد على الأخوة بين الشعوب العربية، وبيأكد أن الشعوب العربية رافضة للتطبيع، ولازم يا جماعة نستمر في رفضنا للتطبيع، لازم، خاصة بهذا الوقت. ليه؟ لأنه في أعراض غريبة بلشت تنتشر بين قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال. شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ إن شاء الله عم تعملوا تطهير عرقي عشان هيك حبيبي، شكله داخلين على جائحة جديدة. ادخل أخبار دقيقة في دقيقة. مساءكم مزين بألوان البطيخ. شجعت الحكومة المصرية أطباء التوليد على توليد الكهرباء بدلاً من الأطفال، كما أطفأت الجانب المضيء من حياة المصريين تخفيفاً للأحمال على الشبكة الكهربائية. نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتهامات التي وجهت إلى بلاده بسرقة يورانيوم النيجر، قائلاً إن فرنسا تأخذ المواد المشعة من أفريقيا حماية للقارة السمراء من ضررها. عاجل، ورود أنباء عن اقتراب وصول العداءة الصومالية إلى خط النهاية. بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له الحكومة الإماراتية، تمنح الدب العراقي المطرود من الرحلة المتوجهة إلى دبي الإقامة الدببية. كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة. يسقط نيكولاس ومر. شكراً خالدي. عسيرة خالدي، خالدي مرته من المغرب. عسيرة المغرب، المنتخب المغربي للنساء تأهل للدور الثاني بكأس العالم، وهيك بكونوا أول منتخب عربي أفريقي أمازيغي بتأهل لهي المرحلة. ألف ألف مبروك للمغرب، وحظاً أوفر لأنهم للأسف طلعوا، بس لسه إنجاز عظيم. ألف ألف مبروك للمغرب. لكن للأسف الفرحة ما تمت. ليه؟ لأنه في لاعبة بين اللاعبات محجبة، نسيبها بحالها؟ لا، لازم نهاجمها، ضروري لازم جزء منا يهاجمها لأنه محجبة وبتلعب رياضة. كيف محجبة وبتلعب رياضة؟ وجزء منا يهاجمها بس لأنها محجبة. السبب إنها محجبة، هذا هو السبب. في كاتب ومحلل فرنسي شاف الحجاب من هون لإكيتو تحسست، أو من دي أو من دي، لا حتى بدون من دي أو، بس لأنه أنا لائكي، أو مو لائكية، أو مو علمانية، أو مو مكران، أو مو كرسون باجيت. لا 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 فشكري. Il faut bien mesurer que cette jeune femme qui porte le hijab est en train de dire à ses partenaires vous êtes impudique. C'est ça que signifie le hijab. Ça veut dire que là une femme ne doit pas montrer ses cheveux, ne doit pas montrer ses épaules, ses formes de manière générale, qu'elle doit dissimuler son corps le plus possible. Et parce qu'une femme doit être pudique, c'est ça la signification du hijab. Et donc je suis d'accord sur le fait que c'est une régression incroyable. Ah, فعلاً فعلاً معك حق فعلاً. البنت المحجبة بتتحجب لسبب واحد بس، يعني أول أولوياتها هذا أهم إشي بكون برأسها، إنه ترفع أصبع السبابة وتحكي للي مش محجبات أنتوا مش محتشمات، هاها مش محتشمات أنتوا، هاها. وليه بتصوم؟ عمرك سألت حالك كمتطرف
ليه بتصوم؟ أكيد قصدها تحكي للكوكب أنتو كوكب مفجوع ابطيني بحب كرشه. طب عمرك سألت حالك ليش المسلم بيصلي؟ خالدي تعال، ليش بتصلي؟ لأنه الصلاة من أركان الإسلام. كذاب، أكيد أنت عندك هيك نية مبطنة تصب لبن للمسجز بدك توصل رسالة أنه لم تضبطوا معنا. طب سألتوا حالكم ليش نهيلة بنزينة عم تلعب كرة قدم؟ شو الرسالة اللي عم بتحاول توصلها؟ نهيلة شو الرسالة؟ أنا فكرت وطلع معي إنه الرسالة إنه أنت كبني آدم لازم تستغل وقتك وتعمل أشياء مفيدة، مش زي هذا المحلل اللي استغل وقته عشان يمارس طائفية وعنصرية وكراهية وتطرف. يخرب بيتك، اطلعت بخطاب كراهية جديد، نوع جديد من الكراهية، مش مبني على اللون أو العرق أو الأصل، مبني على النية، عم بتحاسب على النوايا. يخرب بيتك يا عمي، خلص خففوا لائكية عسيرة الكراهية والعنصرية. أترككم مع هذا المقطع من المسرحية التركية. حاولوا امسكوا حالكم من الضحك، يا الله حطوا المسرحية. شيكي شيكي بابا ويا أجتا يردني تشيري يا الله هرفتا يتشيري الله يتشيري تحترار تكتي والله يتحقياتك شورا نولدو شورا أي صورا yatak odasına çıktı. Evet. O adam da benimle çıktı. Ha. Sonra ben soyundum. Evet. Adam da soyundu. Ha. Ha. Evet. Sonra. Sonra ben yatağa girdim. Evet. Adam da benimle girdi. Ha. Ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. صريخ ضحك. Ha ha. هستيريا ضحك. Ha ha. عم بموت. 10 ثواني صمت على روح الكوميديا. كمان 10 ثواني على روح السياحة في تركيا. افهمنا، عم تعملوا مسرحية مضحكة عن الخيانة الزوجية. ممكن أعرف ليش الشخصيات لابسين لبس عربي وديني؟ ممكن أعرف؟ يعني بتركيا ما عندكم خيانة زوجية؟ ما عندكم؟ أنتوا حضرتوا العشق الممنوع؟ إلا إذا مهند وسمر عرب. شباب، معقول السوري لغتهم مش دبلجة؟ شكله والله هيك. اسمحوا لي كخبير في مجال المسرح والنصوص أعمل تعديل بسيط على المسرحية عشان تصير أكثر واقعية. بتجيبوا واحد لابس لباس تركي وزعلان وبحكي اقتصادي سيء اقتصادي سيء، بدخل عليه واحد لابس عربي بحكي له أبشر، مستحيل العربي يترك أخوه المسلم بهاي المحنة، خد استثمارات، خد واقعية أكثر واقعية. ويا سيدي إذا حابين تدخلوا عنصر كوميدي، دخلوا مسؤول عربي لابس ساعة رولكس وبطلب مساعدات من دول الخليج، إيش معنى الأتراك وإحنا لأ؟ بعيداً عن العنصرية والكوميديا والصريخ الضحك الموجود بالمسرحية، المسرحية عم تنعرض أمام العائلات، يعني في أطفال، يعني عم بتعلموا الأطفال الخيانة الزوجية وكراهية العرب منذ الصغر. الله على التربية والتعليم، الله ضل تعلموهم نميمة. عسيرة النميمة، أترككم مع مروة الحراتي وفقرة نميمة. يا جماعة لما تطلبوا طلبية أونلاين بتدفعوا حقها ويجي مندوب التوصيل يوصلكم إياها وتقولوا له يعطيك ألف عافية وتعطوه إكرامية وتسكروا الباب وتروحوا تكفوا حياتكم بشكل طبيعي. قصة اليوم مش هيك. في صبية بمصر منزلة بوست عم تحكي لنا فيه إنها طلبت لبس بيت من محل. صاحبة هذا المحل بعتت لها الطلبية مع مندوب. هل مندوب أخذ الغرض؟ هل وصلوا من نقطة ألف لنقطة ب وكفى حياته بشكل عادي؟ لا، المندوب اطلع على الغرض، حس انه في احتمال هذا الغرض يتم استخدامه بطريقة ما تعجبني. يقوم بيروح بيتصل بصاحبة المحل وبيقول لها بدي عازبك تسألي للصبية اللي طالبة الغرض اذا هل هي ناوية تلبس هيدي القطعة جوات البيت او برات البيت. هل صاحبة المحل هون قالت له عفوا كيف يعني؟ انت اصلا شو خاصك تسال وانت اصلا ليه عم تطلع على غراض العالم؟ يي لا، قالت له تكرم عينك واتصلت بالصبيه. اتصلت بالصبيه وقالت لها بدي اسالك سؤال، انت وين ناويه تلبسيها للقطعه اللي طلبتيها؟ هل الصبيه قالت لها ما فهمت شو السؤال هذا، عفوا شو الك علاقه؟ انا حضرتك مشتريه من عندك غرض بتبعتي لي غرض وما الك علاقه. لا، قالت لها ما تعتلي هم تقبريني حقلبسها بالبيت.
قالت لصاحبة المحل أنا عم بسألك نيابة عن المندوب، مندوب التوصيل كتير معني يعرف قطعة التياب اللي حضرتك طالبتيها وين ناوية تلبسيها، ومش بس هيك وأكد علي أمني إني خبرك إنه القطعة فيها ديفو. قلت له أنا لا ما تعتل هم تقبرني، خبرتها هو ارتاح. لك هو شو بهمه غير مصلحتك وشو لابسة؟ هل ساعتها الصبية قالت له ما فهمت ليش مندوب التوصيل معني بهيك تفصيل، وليش مندوب التوصيل أصلاً اتطلع على الغرض وقدام بحبش فيها للقطعة ليلاقي ديفو؟ لا بالعكس، انبسطت فيه، فخرت فيه لدرجة أنه حطت بوست تسوق له أنه الله على أخلاقك، هيك لازم يكون المندوب. طبعاً أنا مشكلتي الأساسية مع البوست هي أنه كتبت فيه أنه أنا طبعاً استأذنت من زوجي قبل ما حط هيدا البوست. أول شيء ما فهمت ليش بدك تستأذني من زوجك؟ ليش هو غريب؟ ما هو المندوب. بعدين كيف صارت؟ يعني انت رحتي خبرتي لزوجك انه في زلمه في هيك فتح اغراض هيك وقعد يفلكش فيهم وعطى رايه بالقطعه، وبعدين صار يفكر يتخيلك اللي لبستيها للقطعه ويقول انه لا انا ما بيهون علي هاي الامراه الغريبه اللي ما بعرفها بالحياه انها تلبس هاي القطعه برات البيت، فرح اتواصل معها واسالها وين حتلبسها، وزوجك قال انه برافو هذا الزلمه عمل شيء صح. على كل حال عزيزات الصبايا اللي عايشين بمصر، الصبية حطت رقمه للمندوب عشان تتعاملوا معه، وهيك انت ما بتكوني تعاملتي مع مندوب، انت بتكوني تعاملتي مع ثلاثة بواحد، مندوب أب ومراقب جودة. يخوفي بكرة أنا أطلب بيتزا دقلي صاحب المطعم يقول لي يا حضرتك متزوجة؟ بقول له لا ليش؟ بقول لي عشو لمين تاني وحدة؟ بعدين انت من أين بتخديها بسجق؟ بس هالمهم رجعت هيدي الصبية نزلت بوست تاني قال عشان تحط حد للقيل والقال، وصورت لنا القطعة اللي كانت طالبتها بقلب كيس انه لتفرجينا انه هي القطعة محطوطة بشكل مبين، وبالتالي هو ما فلكش بالغرض، هو شافه والدفو واضح، غير انه برضو الدفو مش واضح. حبيبتي هي هون النقطة، لا انا إلي علاقة انت شو طالبة، لا خالدي إلو علاقة انت شو طالبة، لا نيكولاس قلوا عليها أنت شو طالبة، لا إخواتي اللي شافوا البوست قلوا المندوب ما قلوش عليها يا تقبريني، ما حداش قلوا عليها أنت شو طالبة، كان لازم تطلب الغرض يوصل لعندك تسكر الباب يعطيك العافية ويمشي الحال. مش تتحول الخبرية لا شلنا عليها بالعالم يا زلمة شو أنت استفرها. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتعرف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه الان كما عندكم لنعودكم دائما اترككم مع فيديو الاسبوع جغرب جولي. انا الي الشرف انه باسم الاردن كرم هذا الحبيب هذا الفنان الكبير امير الطرب في العالم العربي ساسي هاب. انت جننت ولا ايه؟ انت عارف ده مين؟ ده هاني. انت عزيز بتعرف انا بكمل لك كل احترام ومحبه، بدلكم اللي بيكرم الاستاذ ايهاب هو عم يكرم. طبعا الجمهور حاول يساعده وحكى له هاني هاني هاني، بس من باب الانصاف هو ما طلب مساعده الجمهور. انا اللي مجنني انه حافظ كل القابه، الفنان الكبير الحساس الامير امير القلوب ايهاب. ويا سيدي المسامح كريم. كان معكم نيكولاس خوري، مروى الحراتي، احمد الخالدي، فريق العمل الصليت الاخباري واحد واحد. لنا لقاء اخر. وين جاسم؟ اعطيته اجازه. حرام بيستاهل، بيتعب معنا حرام. سوري مدام اعذريني بس ما حقدر اوصل لك الطلبيه لانه الفستان صراحه كتير قصير وضيق. عفوا وانت شو عرفك؟ لا لا انا تاكدت بنفسي بصراحه، يعني ما بنصحك، انا بحكي شوفي اشي ثاني.